خليني اليوم احكي لكم قصه هيك سريعه. من وقت ما بلشت يعني انا احنا هلا بسيزن الثالث من شيف مان. خلال الفتره اللي مرقت فيها يعني كثير اكلت بمطاعم وكثير جربت مطاعم لهالدرجه اني يعني انصحت فاضطريت اعمل دايت. وهون المشكله لما تبلشوا تعملوا دايت اول شيء بتفكروا فيه سلطات 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 خس 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 خس. المهم اندليت على مطعم خلال رحلتي بالدايت، وهذا مطعم صراحة عنده شغلة مميزة وجد قوية اللي هي سلطة الشاورما. تعالوا اليوم أعرفكم على إيمان وشو هتحضر لي اليوم من سلطات بسلطة بوتيك. طيب خليني أعرفكم على الشيف إيمان وشريكتك زينة. زينة برضو أنا متأكد ده هلا في كثير ناس إنه شو بسوي أنا محل سلطة. ومش كل الناس بحبوا سلطات بس صراحة في شغلات لذيذة راح تعملي لي إياها أنت صح؟ كل يوم عندي ثلاثة مواصفات. كل يوم عندي ثلاثة مواصفات. بتغيروا كل يوم. بتغيروا كل يوم. حلو. بتغيروا كل يوم. ما في اليوم إحنا الخميس. اليوم الخميس. طيب يلا. طيب ايش الوصفات راح تعملي لي اياها؟ راح اعمل لك السلطه اللي زينه بتحبها اللي موجوده على منيو اليوم اسمها زي سالاد، سميناها باسمها لان هي بتحبها كثير. اتس هير فيفرت سالاد. بروكلي بس هيك بلانشينج معمول له. حلو. مع كاروتس. يا سلام. مع جرين ابلز. مع ريد اونينز. اوكي تمام. طبعا هذا كمان مع كرامبريز وريزنز زبيب وجوز. طيب. هلا الدريسنج تبعها عباره عن مايونيز نجرب اول صحن اللي هو صحن زي زي يس زي. نيكست اللي بعده اللي بعده صحن رقم 2 خلصنا من زي يس. ايش اسم الصحن الثاني؟ الصحن الثاني هو سيزر طحينيه. سيزر طحينيه يس. طيب يلا ورجيني شو فيها. هذا طحينيه مبين يس. وهذا سيزر دريسنج. طحينيه سيزر يس. سلطة طحينية سيزر. غريب الطعم صح؟ ورح نحكي هلا على الشيء اللي انا اجيت اصور فيه هلا في سلطة بوتيك عشانه. انا اصلا بس اجي على المحل بطلبش غيره، يعني هاي شغلات احنا عم نصورها للناس اللي بتحب شغلات ثانية بالسلطات، بس انا شخصيا باجي عشان شيء واحد هو شاورما سالد. شاورما سالد عالم. لبن بديش احكي. اوكي لبن. اوكي ايش هاد؟ بهارات خاصه. ايوه عشان مش قابل تحكي لي برضه. طبعا ما راح احكي لك. خل حط هلا حامض شوي. حامض الليمون. ايوه ايوه هلا هاي زي ما هي بتكون جاهزه هيك يس. بعدين بتخليها بالثلاجه قبل بيوم اوف عشان تاخذ الدجاج ياخذ كل بالضبط. حلو. حط شويه زيت عشان تنور. اه عشاني. اه خلاص كمان بدك كمان حط زيت كمان. خلاص بس ما كان بنحط زيت بعدين بنحرك. اه زيت عشان تنور بس. طيب اوكي مخلل. اه بهارات خاصه يس. بين لون البهارات ايش اصلا. خلاص ماشي. طيب اعمل واحكي لي. انا بدي اعمل الدجاج. طيب اعمل. بحط معلقه تعملي. لازم ورجي لازم ورجي. اه 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 هي 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 مش عم بحط بس حامض عم بزيد الحامض. لا حضرت شيء هناك. حطيت خس. ايش كمان؟ بس خس عم بحط عليه الدريسنج. طيب هذا كله مصور صح؟ ماشي. يعني راح اعرف ايش انت عملت حتى ولا ما شفت. اه اوكي. طيب
اعطينا الجاج دايركت على الورقيات. بتدبل. بتدبل. راح ارجع لكم بعد ما الجاج يبرد، بعدين بنكمل البرزنتيشن. برد الدجاج، حان وقت سلطة الشاورما. طيب حطينا خس، جرجير مخلوط بالصوص. مخلوط بالصوص. بعدين كمان دجاج. بندوره شيرين. هذا اونيون بيكلز احنا عاملينه طبعا. يا سلام، خلل البصل. ايوه. وهذا خبز محمص مع سماق. خبز محمص مع سماق، يا سلام. واخيرا رشة سماق. وطبعا لازم كم مرة صوص؟ كم مرة صوص؟ يا ويلي يا ويلي. سلطة شاورما. سلطة شاورما. شاورما سلطة من سلطة بوتيك. مطعم سلطة بوتيك، مطعم لذيذ وكتكوت، صبايا لذ، أكل فخم وفريش ومليء بالنكهات. المطعم موجود بشارع مكة بضاحية الأمير راشد. راشد صراحة بدأتوا عن جد عن جد عن جد. ثانك يو. ثانك يو. في كمان شغلة مهمة، اللي عامل دايت عن جد يجي على هذا المحل، واللي مو عامل دايت برضه يجي على هذا المحل. بس الحلو الموضوع انه هذا المحل ليش تيجي عليه دائما اذا انت عامل دايت؟ عشان مش كل يوم او مش كل السلام. يومين نفس السلطه بالضبط، بتضلك تغير كل مره شيء. بشوفكم حلقه جديده. تيمور موش شيف مان، باي. اذا حبيتوا هاي الحلقه بليز اعملوا شير ولايك. سبسكرايب 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 سبسكرايب.